أني مستنضف القصة. خلصنا بقى، ساوي اللي طلبه منك، روح وعطيه البنت. أنا رح التزم بقرارك يا سلطانة، بس بيزيد رح يخلف بوعده، وإذا حاول يعمل شي من ورا ظهري وقتها رح أتصرف. أنا ما بشك بيزيد بنوب، هو رح يلتزم بالصلح. المهم إنه أنت ما تخلي الشيطان يوسوس براسك وتقلع هديك الشيطانية اللي بالحرم لك. دوسوس ديوزير ماوس. فيوجن دي اونتي ناو ايز جيفي داو. نيم بابا نيمن جوسس ياو فوسس سوليفراسي استاو امبوراس ماوس ناس تيراستو امبيريو اوتومانو. شكرا لك يا سنيورا، حماكي الرب من كل شر. دير بالك على حالك، كل خطوة خطأ بتخطيها ما رح تضر سليم بس، ورح تضرك إلك كمان. سليم، اوعك تنسى الشي اللي قلته يا ابني، المرة الجاية ما في مجال للعفو. أخيرا راحت. أكيد سمو الأمير بعد مدة قليلة رح ينسى كل شيء قالت له إياه. سلطانة لا تكوني كتير واثقة. عندك فكرة ليش مولانا طلب يشوفنا نحن اتنين يا سينيورا؟ ما بعرف يا باشا. باشا؟ سوكولو سينيورا باشا. ادخل.
عندك علم باللي صاير يا محمد باشا؟ سامحني يا مولاي، أنا ما بعرف حضرتكم عن شو عم تحكوا. سينيورا مينديس من دون إذني عم تنقل شركاء بالدين لأراضي الدولة العثمانية، يعني عم تنقل البشر بدل البضاعة. هالموضوع أنا ما عندي علم فيه يا مولاي. السينيورا أنت كيف بتتصرفي هيك؟ مولاي السلطان سليمان المعظم، بترجاك اسمح لي اشرح لك موقفي. احكي يا سينيورا، انا طلبتك مشان اسمعك، ان شاء الله يكون عندك تبرير معقول لهذا التصرف. مولاي بلجأ لعاطفكم، ورا تصرفي 100 ولد ونسوان حياتهم متعلقة بهذا الشيء. جدودكم العظماء فتحوا بوابهم لليهود اللي كانوا عم ينقتلوا من المسيحيين. أنا غامرت بهالشي لأنه ما عندي شك بعطفك ورحمتك يا مولاي. بتمنى أنكم تعفوا عني وتسامحوني يا مولاي. شركائك بالدين فتحوا معي هذا الموضوع، وأنا قلت لهم أنهم هني تابعين لإلي، وحذرت البابا وجماعته لحتى يتركوا اليهود يعيشوا أحرار وبأمان بأراضيهم ويرجعوا لهم البضاعة اللي تصادرت. للأسف يا مولاي مو لأن يهودية عم بحكي هالحكي، رموهم بالسجون وظلموهم بس لأنهم بيتبعوا الدين اليهودي، وفي قسم منهم اعتبروهم عبيد وخلوهم يجدفوا بالسفن. 24 شخص ربطوهم وحرقوهم. العالم المسيحي معناته الموت لجماعتي، والمكان الوحيد الآمن لإلي هو أرضك يا مولاي. صدقني أنا عرفت بعد ما طلعوا، ولهيك خفت أنه حضرتك ترجعهم، خفت عليهم يواجهوا الموت. البابا كيف بيتجرع هالشي؟ يعني هو عم يتحدى إرادتي؟ بس ذنبك كبير لأنك ما خبرتيني بالتطورات يا سينيورا، وخاصة أني كنت كريم معك كتير. سامحني يا مولاي، بترجاك تسامحني. قدام قرارك رقبتي أرفع من الشعر، وإذا قررت ترجعن أنا رح روح معهم. بتعرف إذا رجعنا شو رح تكون نهايتنا؟ عزرائيل رح يكون بانتظارنا. سلطانة، أخ يا سنبل. سلطانة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قراركم الأخير بخصوص السنيورة مينديس يلي ساوته مو منيح أبدا مولاي. الطريق اللي ماشي فيه السنيورة مو صح، بس هالشي مو معناته إنه نرجع اليهود يلي إجوا، بالعكس رح نتواصل مع البابا مشان اليهود يلي مسجونين بالبندقية ونطالب بتحريرهم، وإذا ما استجاب لإرادتنا رح يتعاقب. بالأرض يلي بحكمها يا رستم كل شخص حر باعتناق الدين اللي بده إياه، بس يكون تحت ظل القانون. سامحني على جرأتي يا مولاي، بس بظن هذا الشيء رح يفتح علينا أبواب كتيرة يا مولاي. يعني اليهود الجايين ممكن يعملوا مشاكل، وهالشيء ممكن يأثر على الاستقرار بالدولة. كيف شايف هالورد يا رستم؟ ألوان مختلفة سبحان الخالق يا مولاي. شيل الأربعة اللي قدامك. وهلا كيف لقيتهم؟ قبل كانوا أجمل يا مولاي. رب العالمين بحب التنوع، وإلا كان خلق نوع واحد من الورد، ونوع واحد من الطيور، ونوع واحد من البشر. طلع حواليك، نحن مختلفين. كانت هاي الطاولة حلوة،
لأنه كل الورد بالرغم من تنوعه كان سواسي. بالأرض اللي أنا بحكمها يا أرستم لازم إنه يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي بحب وسلام، ويتعاملوا كلهم بمساواة يا أرستم، تماما مثل هدول الورود. تنوع بدولتنا هو الغنى يا أرستم. سلطانة، ليش عم تبكي سنبل؟ كيف مر الزمن بهذه السرعة؟ ما زلت أذكر البارحة عندما كنت طفلة صغيرة، فجأة الزهور المتفتحة ذبلت والشمس الدافئة بردت والألوان الزاهية شحبت، وفجأة كل الحروب والصراعات انتهت، حتى اللقاءات والأشواق للأسف انتهت. سليمان يا سلطان قلبي، بوجودك كانت ورود قلبي تتفتح، وحضورك كان يشعرني بالدفء والأمان، وكانت أيامي مليئة بالألوان. ولكن عندما أبعدتني عنك أصبح كل شيء رمادي، وهو الموت يدق بابي وينادي باسمي.
الموت، الموت يذكر اسمي الآن. سمو الأمير، وجودي هون ما بيعني إني عفيت عنك. أنت رح تنعدمي بعد ما يولد ابني اللي ببطنك. أساساً ما عد لحياتي معنى بنوبي يا سمو الأمير. على الأقل ما رح تموتي وأنت زعلانة. أختك حتكون بإيدين أمينة. يا حراس! أختي! أختي! حبيبتي! فيما؟ أنت منيحة! سمو الأمير، الحمد لله أنك إجيت. نور بانو، أنا ما سامحتك. كنت مخبر جلالته أنه إجا الوقت ليستلم الأمير مراد ولاية، وهو وافق، عينه على ولاية أيدن، وأنت رح ترافقي لهنيك. الله يخليك سليم، لا تبعتني لهنيك لأنه رح يقتلوني أول ما بوصل. السلطانة كانت مصرة بدها راسك، بس أنا هيك أنقذتك بعد اللي ساويتي، مو المفروض تبقي عندي. صدقيني هيك أحسن للكل. في شي يا باشا؟ سمو الأمير، في موضوع حابب أحكي فيه معك، مهم وضروري كتير. استناني هون يا غضنفر. ايه يا باشا، عم بسمعك. سمو الأمير، حضرتك طلبت مني انه انسى ماضيي وعلاقتي مع الأمير بايزيد ووقف في جنبك وساعدك. صحيح، وعرضي لساعته بمحله. ان شاء الله اذا وقفت بصفي رح تاخد اللي بتستاهله واكتر. وبعد تفكير كتير لقيت انه اترك الامير بايزيد مو شي سهل، لكن ما انه مستحيل. انا فكرت جديا بهالموضوع بعد الشي اللي عشناه مؤخرا. من اليوم ورايح عيوني رح تشوف مشانك، اداني رح تسمع لألك يا سمو الامير. يعني ان شاء الله انا رح ساوي كل شي بقدر عليه لتوصل للعرش. قرارك سليم يا باشا. إذا أنا استلمت العرش أنت رح تكون جنبي. شو حتقضي طول الطريق بك يا سمبل؟ هلا أنا ما رح أعتمد على كلام الحكيمة، أكيد في دواء لهذا المرض. أنت أكثر واحد بتعرف كم مرة بحياتي قدرت أتغلب على الموت، وبتعرف كم مرة حاولوا يقتلوني. أنا السلطانة ويام، وما في شي ممكن يهزمني. أكيد رح تقدري يا مولاتي، ومثل ما قلتي ولا مرة حدا قدر يهزمك، وأكيد هالمرة الموت كمان ما رح يقدر عليك.
قد اشتعلت الشمعة ليلة البارحة بنار الحب، خرج منها دخانها وخرج من قلبي الآه. رفت الدموع وبكت طوال الليل حتى ظهر الصباح، والحال أن الشمعة علمت بهمومي العميقة. كلما احترقت تصبح نارها قلبا يضحك بالحب، والشمعة تبتسم كل لحظة على موتها. يا ذات الوجه القمري، اجعلي قلبي ينبض، فأنا كالشمعة أذوب كل لحظة ولحظة. لا، لا تنكر الرقة، الحبيب رأى نار آهي على لساني وقال: يا للعجب، أصبحت الريح صديقا للشمع. قول سمول. شو في يا سمول؟ مولاي السلطان، السلطان هو يا ما بدا حدا يعرف بهذا الوضع، بس المفروض حضرتك تعرف بكل شيء يا مولاي. أنا بعرف إنه شفاها هو حضرتك، لهيك ساعدوها يا مولاي.
سلطانة هي مريضة كتير ووضعها مو منيح بنوب. كأنه إلي عمر مو شايفة وشك. ما بدي يوم يمر من دونك يا أخويا. عمري ما بدي إياه إذا كان بلاكي. سليمان. ما أنا أخبروك. قولي اللي قال لك مو هيك؟ شو ما كان نوع مرضك رح نلاقي له دواء بإذن الله. حتى لو كان دواكي موجود تحت سابع أرض رح أحفر التراب بإيدي وطلعه. وإيدي ما رح تبعد عن إيدك ولا لحظة واحدة من هون ورايح يا هويام. رح أكون دائما جنبك. طول ما أنت جنبي مستحيل هالمرض إنه يهزمني. ربي اللي بلاني بهالداء رح يعطيني الدواء والموت ما رح يقرب مني. كن مطمن. بس يا سليمان إلي طلب واحد عندك. ما بدي حدا يعرف بمرضي وخاصة ولادي بترشحك. ما حدا رح يعرف اطمني. بس المهم نعمل كل جهدنا لحتى نلاقي دواء لهالمرض ورح نلاقيه بإذن الله. طمن. أنا دواي شغلي واحدة بس. عيونك. بس للأسف صاروا مليانين بالشفقة مو بالحب. عن اسمك.
راحت أغا. بدي إياك تبعت ورا الحكيمة بسرعة وكبير الحكمة وكل الحكمة اللي بالدولة. سلطانة أنا كم مرة نبهت عليك ما تحكي شي؟ الكل راح يعرف هلأ. سلطانة كيف بدك يعني خبي مثل هيك قصة؟ وغير هيك الشخص اللي حكيت له مو أي حدا، هذا مولانا السلطان. مولانا بالذات ما كان بديها يعرف. يلي قالته الحكيمة عن مرضك كتير خوفني، وقلت إذا عرف مولانا السلطان بجوز يلاقي حل. بترجاكي يا سلطانة لا تزعلي مني، أنا ما بقدر ضل واقف عم اتفرج. ما بتهمني الحكيمة ولا يلي قالته، أنا أمنتك على سر. كيف بتعمل هيك؟ أنت بتعرف شو يلي رح يصير؟ الكل رح يعرف هلأ. ما عاد بدي شوفك هون بالقصر لبريحة. سلطانة روح ولا عاد تورجيني وشك. يلا روح. ادخل. مولاي كبير الحكماء وحليمة خانم وحكم القصر كلهم برا مثل ما أمرت. خليهم يفوتوا. فيك تفهميني يا حكيمة شو هو مرض السلطانة هيام؟ وهو بصراحة يا مولاي لا تخافي وقولي، وانتوا اسمعوا الحكي انتبهوا منيح لحتى تعرفوا شو رح تعملوا. قولي مولاي. أنا كنت عم تابع وضع السلطانة تقريبا من شهر، وتابعت كل تطورات الأعراض. السلطانة من لما راحت لعند سمو الأمير على مانيسا كان طالع لها حبة بين رقبته وكتفها يا مولاي، وهي الحبة صارت تكبر أكتر وأكتر. أنا زمان شفت كتير حالات بتشبه هالحالة، بس كل الأدوية والعلاجات ما نفعتهم بشي يا مولاي، وكلهم انتقلوا لرحمة رب العالمين يا مولاي. مين أنت لحتى تجزمي بقصة الموت والحياة؟ ما بتخافي من ربك؟ حاشا يا مولاي، استغفر الله العظيم، أنا ما جزمت، بس كنت عم حاول اشرح لك الوضع على حقيقته مو اكثر. شو يا حكيم باشا اللي قالته الحكيمه مزبوط؟ بدون معاينه للحاله ما بقدر جاوبك يا مولاي، بس اذا كان الوضع مثل ما وصفته حكيمه خانم يا مولاي فالنتائج دائما ما بتطمن. اوعك تفكر بهيك احتمال، لو مجرد تفكير هالمرض الملعون لو شو ما كان اكيد لازم نلاقي له علاج.
بعتوا لكل الحكمة الموجودين بالعاصمة حالا. كل الناس يلي عندها خبرة بالطب والصيدلة يجوا لعنا، وانتو بتجمعوهم وبتتشاوروا معهم، وبدكم تلاقوا لي علاج لهالمرض. السلطانة هيام رح تشفى، واللي بيقول غير هيك بقطع راسه. جلالة السلطان، مولاي حاكم العالم، أبي الغالي، أعذرني ولكني مضطر أن أكتب لك هذه السطور. ولا قلت وجب علي؟ بيكون أفضل يا سمو الأمير، أو إذا بدك ممكن أنه نكتب للأسف وبسبب ما فعله أخي سمو الأمير بيزيد معي قررت إخباركم بالأمر، إن أخفيته عنكم فأنا بذلك أستغفلكم. منيح. طبعا كتبت أنه جمع جنوده وهجم على قصري وكان هدفه يقتلني، ما هيك؟ طبعا يا سمو الأمير. وعلى فكرة بخصوص السلطانة نوربانو، قراركم بإبعادها عن مانيسا كان موفق وبمحله يا سمو الأمير. السلطانة هيام هالفترة مو حابتها أبدا، فهيك أفضل. إن شاء الله يوصلوا على أيدن بخير وسلامة، وما بخبي عليك من هلأ مشتاقلن. مبدئيا خليها تمر هالغيمة وفيهم يرجعوا بعدها، وقتها أنت بتكون الكسبان.